حابه بس اقرب للمشاهدين من خلالك يا فاروق انه انت دايما قريب من فرقه النادي الاهلي ومن المدربين، حابه بس تقولي انت شايف انت بعينك انت ايه الاختلاف بين فايلر وبين موسيماني في الفتره دي؟ يعني شايف في مباريات زي دي، مباريات مهمه حتى لو مباريات تحصيل حاصل زي ما بيقولوا، ولكن التركيز في التدريب ازاي كان بتشوف الفرق ما بين فايلر وما بين موسيماني؟ الكلام اللي بيقوله للعيبه. خليني اقول لك النقطه، انت تطرقت النقطه في غايه الاهميه يا ساره. مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، عارف يعني ايه قيمه مكانه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، والراجل في حاله من الحب والثقه ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي. من علامات نجاح المدير الفني ان هو لازم يكون عارف قيمه وطموحات المكان اللي هو جاي يتولى القياده الفنيه ليه، وايضا طموحات جماهيره. بيتسو موسيماني عامل في معادله ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي، ان هو عنده حاله من الشغف، حاله من الثقه، حاله من الطموح ان انا احقق الكثير من البطولات مع النادي الاهلي. بالمناسبه يا ساره، بيتسو موسيماني في بدايه كلامه مع النادي الاهلي كان طالب ان عقده يكون مع النادي الاهلي لمده 7 سنوات. الراجل ده جاي يشتغل، الراجل ده جاي يعمل فكر، الراجل ده جاي لمشروع كبير جدا في النادي الاهلي. من الامور المهمه جدا اللي بتسهل على المدير الفني في توليه القياده الفنيه للفريق حاله القناعه اللي عند اللاعبين. لازم يكون مقنع للاعبين. بيتسو موسيماني مقنع للاعيبه النادي الاهلي. المرحله اللي بتبقى اللي بعد كده بيبقى مقنع للجمهور ومقنع للمنافس. مستر بيتسو موسيماني ادى القناعه الفنيه للاعبين، ورغم الفتره البسيطه القصيره اللي بيتولى فيها القياده الفنيه، لكن قرب جدا من لعيبه النادي الاهلي. يعني اللي يشوف بيتسو موسيماني يا ساره في تدريبات النادي الاهلي يقول ان هو موجود في النادي بقاله سنين، بسرعه يندمج مع اللاعبين. ومن هنا برضو انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، ده النادي الاهلي. ان اي فرد بيدخل كيان النادي الاهلي سريعا بيندمج بينصهر مع النادي الاهلي. دي من الامور اللي سهلت على مستر بيتسو موسيماني. ايضا وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان سهلوا الكثير من الامور على مستر بيتسو موسيماني. دي اللي صنعت حاله من الثقه، حاله من الارتياحيه عند اللاعبين. الراجل بيوقف التمرين اكتر من مره، عنده فكره عايز يطبقها في ارض الملعب، بيطالب اللاعبين ان هم يطبقوه بالشكل الامثل يعني والشكل الاحسن كل مدى. مستر بيتسو موسيماني يعني انا عايز اقول لك ان وانا واقف في التدريب بتابع التدريب، مستر بيتسو موسيماني حفظ اسماء اللاعبين حتى الناشئين، يعني بينادي اللاعبين الناشئين باسمائهم، حفظ كل اسماء اللاعبين بالظبط. طبعا بشكرك جدا، يعني كل طبعا كلامك ووجهه نظرك واصله جدا. بشكرك جدا فاروق صلاح مراسلنا من ملعب المباراه.